مشروع يخدم الهواة من الرياضيين قام أحد الشباب الكويتي بتأسيسه وتطويره، حيث حرص على تقديم البرامج الغذائية والرياضية والنصائح للمشتركين. تقرير لخالد الفارس. لأن الرياضة جزء من حياته وحياة أولاده، فكر في عمل مشروع يخدم هوايته ويستفيد منه في الوقت نفسه، فقام بتجهيز صالة ألعاب رياضية. حبيت أستثمر وقتي في النادي، كوني رياضي وهوايتي هي الرياضية المفضلة عندي، وفتحت صالتين، صالة الكونفو وصالة الام ام اي هي اللعبة القتالية، واستقطبت مدربين أكفاء والحمد لله، يعني عندي عدد من المشتركين جيدين. عندنا احنا برنامج غذائي، يعني نسوي لهم جدول حق الشباب، برنامج الغذائي ومنها البروتينات والشغلات اللي هي اللي تفيدهم، مو لتضرهم، اللي تفيدهم. الفكرة تطورت في ذهن صاحبها، فتمخضت عن استقطاب مدربين يقومون بتقديم برامج غذائية مفيدة لاستقطاب الشباب وتقديم تدريبات جيدة وتجنيبهم الضرر بصحتهم. أنصح اللاعبين أنهم يركزوا خاصة تحت سن 21، يتجه للتغذية الطبيعية والنمو المبكر اللي هو بيرفع عنده الهرمون البناء في جسمه، بيعوض الأنسجة التالفة في يومه اللي عدى. في الحالة دي يقدر يبني جسم وأسسه طبيعي. بعد 21 يبدأ بقى يدور بقى على دكتور فاهم يوصله لمرحلة أنه بدون أخطاء بدون أضرار صحية يستفاد منها. التمرين مع الهرمون أو البروتين ده عامل مساعد بنسبة 30%، إنما هي النسبة الكبيرة بتتجه للغذاء طبعا اللي هو الأكل. بس ما انصحش إن حد ياخد هرمون لو مش داخل بطولة. اللي داخل بطولة أوكي ياخد، بس برضو عن طريق دكتور وناس فاهمة في الموضوع ده. أكيد طبعا، يعني حسب كل واحد وشنو يركز، على حسب إنه يبي يضخم يبي ينشف. فأساسي أنا الحمد لله إني أبي أضخم. ممكن تفتح أكلات معينة حق الضخامة، تركز على أكلات اللي هي لحوم ودياي وهالسوالف هذه، بس انه اللي يبي ينشف لازم يقطع السكريات، الزيوت، الدهون، الاشياء هذه لازم كلها يقطعها يعني. الاطفال كان لهم نصيب من التدريب، حيث قام صاحب الفكره بتجهيز صاله لتدريبهم على الالعاب المناسبه لاعمارهم. هي قطاع الدفاع عن النفس كلها. لعبه رياضه صينيه مقسمين لعبه فيها اساليب وفيها فايتنج اللي هي ساند كونفو. مشروع النادي الرياضي الذي يقدم الخدمات في رياضة بناء الأجسام وإنقاص الوزن هو الهدف المرجو من هذا النشاط، ومن هنا جاءت فكرة المشروع الذي يخدم الهواية. خالد الفارس، الرأي.